اهلا البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، غادي نحضروا البسبوسه بالكريمه اللي كتجي لذيذه في المذاق وبمكونات جد بسيطه، يعني ما كتحتاجش مكونات كثيره. يمكن لنا نحضروها بالنسبه للضياف. المهم ما نطولش عليكم، يلا نشوفوا المقادير الطريقة ديال التحضير. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو في هاد البسبوسة، هنايا تقريبا جوج كيسان ونص ديال السميدة اللي كنستعملو في الحرشة، كاس معامرش ديال سنيدة، كاس معامرش ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، كاس ديال دانون يعني يكون فاني، هنايا جوج بيضات، خمارة الحلوة، واحد الساشية ديال الفاني، وقبيصة ديال الملحة. وندوزو نشوفو الطريقة ديال التحضير. غادي ناخدو واحد الخلاط هنايا كيف كتشوفو. أول حاجة ناخدو جوج بيضات، نضيفو ليهم قبيصة ديال الملحة، غادي نزيدو كاس ديال السنيدة، كاس ديال الزيت، وغادي نخلطوهم. من بعد ما خلطنا البيض مع السنيدة والزيت، غادي نضيفو نص كاس ديال الحليب، وواحد الكاس ديال دانون ديال ياغورت، ونزيدو الفاني، ونخلطو العناصر كاملة حتى كتنسجم لينا. من بعد ما خلطنا الخليط ديالنا كيف كتشوفوا كيكون على هذا الشكل، غادي نصبوه في واحد الاناء، ومن بعد غادي نبقاو نضيفوا السميده ديالنا تدريجيا، يعني نحاول نخلط شويه بشويه. كتشوفوا هنا تقريبا كيف قلت لكم جوج كيسان ونص ديال السميده، يعني حتى كتحسوا بها هي بدات كتقال. نضيفو هنايا الساشية ديال خمارة الحلوة، ونكملو التخلاط ديالنا. كيف كتشوفوا هنا يعني الخليط بدا كيتقال، كيكون على هذا الشكل، يعني ما كتكونش جاريه وما كتكونش ثقيله.
من بعد غادي ناخد واحد الإناء اللي هنايا دهنته أنا، يمكن لكم تدهنوه بالزبدة ولا بالزيت، أنا هنا دهنته بالزيت وترشوه بالسميدة، يعني هاو كيف كتشوفوا رشيته كامل بالسميدة، وغادي نصب هذاك الخليط. نصرحها على الجناب وغادي ندخلوها الفران. يعني الفران هاد اللحظه كنكون انا سخنته، هو ما يكونش سخون بزاف، يعني ما خصوش يكون سخون بزاف حيت السميده دغيا كطيب لينا. من بعد ما خرجنا البسبوسه ديالنا من الفران كتجي على هذا الشكل، يعني كتكون تحمرات من الجناب. غادي نخليوها تتبرد مزيان، انا بقيت اللي خليتها كتبرد وجدت السيرو اللي انا درت فيه غير الفاني وسنيده، يمكن لكم نتوما ديروه بالحامض، المهم السيرو اللي بغيتو. انا كنثقبها مزيان باش ما تجيش ناشفه، غادي نثقبها. انا خليتها تتبرد ضروري حتى تبرد باش ما تعجنش لينا، ومن بعد غادي نسقيها، نسقيها مزيان باش ما تجيش ناشفه. هو من الاحسن يعني تخليو السيرو حتى يبرد وتخليو البسبوسه ديالنا حتى هي حتى تبرد مزيان. هنايا غادي نبقى نكمل نسقيها مزيان الجناب ديالها والوسط وكل شيء. من بعد غادي نحضروا الكريمه ديالنا اللي غادي نحتاجوا فيها، نشعلوا العافيه. غادي نحتاجوا فيها تقريبا هنايا نص سيترو ديال الحليب، واحد ثلاثه المعالق ديال سنيده، المهم على حسب الحلاوه كي اللي كيبغيها حلوه بزاف. انا هنا درت ثلاثه المعالق وثلاثه المعالق كبار ديال مايزينا ديال النشا. هي درت تقريبا ثلاثه ديال المعالق. غادي نخلط هاد العناصر مزيان، حتى كيبقى يعني يعقد لينا الخليط. يمكن لكم تزيدوا واحد الساشيه ديال الفاني. غادي نكمل في التخلاط حتى يعقد لينا الكريمه ديالنا. من بعد ما عقد لينا الخليط كيف كتشوفوا، يعني كيجي على هذا الشكل، انا هنايا طفيت عليه البوطه غادي نضيف ليه
واحد الكاس ديال ياغورت. ونخلط مزيان. هنا كتكون البوطة يعني طفينا عليها. من بعد ما خلطناه مزيان يعني هنا كيف كتشوفوا غادي نصبو فوق البسبوسة ديالنا، كتجي هكا بحال هكا ثقيلة عاقدة. وغادي نسرحها مزيان. غادي نسرحها على الجوانب كامله باش تجي متساويه، وندخلها للثلاجة يعني تبرد تقريبا واحد ساعتين تالمكانه ولا ثلاثه السوايع حتى نحسو بها شدت راسها. وها هي البسبوسه ديالنا بالكريمه. كيف كتشوفوا انا هنايا زوقتها بشويه ديال البيستاش، يمكن لكم نتوما تزوقوها باللوز افيلي ولا شويه ديال لاكاجو. انا هنا زوقتها بشويه ديال البيستاش. كيف كتشوفوا خرجتها من الثلاجه تقريبا من بعد واحد ثلاثه ديال السوايع، خليتها بردات مزيان وقطعتها وزوقتها. راه كتجي لذيذه في المذاق، كتجي هذيك البسبوسه مفزقه. كنتمنى البنات تجربوها مع فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش تشتركوا معنا بالضغط على زر ابوني مع فيديو جديد ان شاء الله. باي باي عليكم.